يا شيخنا شيخ أبو عبيدة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك وأن يختم لي ولك بالخير وبما يحب. حدثني عنك أخونا عمر الخزبري وأحببتك من حديثه، واستمعت إلى بعض درسك في التجويد وأعجبت به وطريقتك في الإلقاء، فطمعت أن يعني تمكن أخانا عمر من أن يسجل شيئا من حياتك، من سيرتك الذاتية، من طلبك للعلم، لأنه خسارة كبيرة لا يعرف الناشئة يعني أمثالك من العلماء الفضلاء، وأن يعني يقف على همتهم في الطلب، وحتى يعني تحدثه أيضا عما لقيت من أهل العلم، يعني كأنها ترجمة لك. وأخونا عمر يعني صاحب قلم سيال وجيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تلقى شفاعتي يعني عندك قبولا حسنا، وتمكنه من أن يترجم لك، وتمكنه أيضا من أن تصور يعني يصور بعض الرسائل التي كانت بينك وبين شيخنا الشيخ أبي عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمرك، وأن يطيل في عمرك، وأن يحسن عملك، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يجزيك بأحسن ما كنت تعمل. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأنا في مقام أولادك. جزاك الله خيرا وبركاته. هوية بريس.